وحشتني يا وز. شيل ايدك من عليا يا شاطر. الله فيها جميل. انا قلت لك انت محرم عليا لحد يوم الدين لغايه ما تكون اتصرفت. محرم ده يا بنت؟ ده انت الحاجه الحلال الوحيد اللي في حياتي. سيبك من الكلام ده، احنا مش جايين نسير مع بعض. انا قلت لك ما تقابلنيش غير لما توفي بوعدك. طب اسمعي، انت هتشتغلي معايا. اشتغل معاك ايه يا سيد؟ اشتغل في السرقه؟ هو في حد في البلد دي ما بيسرقش حد؟ ده البلد كلها سرقه، ده كل واحد حاطط ايده في جيب اللي جنبه، الوحيد المظلوم في البلد دي الحرامي، هو اللي بيتمسك. ايوه بس انا ماليش في السرقه، اخري يعني ورك فرخه من الثلاجه من عند الناس اللي كنت بعرض عليهم البضاعه. يا بنت ما تخافيش، اول هام انت مش هتباني في الصوره خالص، تاني هام كل ما هنالك ان انت هتستقصي على اصحاب الشقق اللي انت بتروحي لهم دلاله. بيخرجوا امتى؟ بيرجعوا امتى؟ المناول فين؟ وانت دايسه منطقه المهندسين. واهم هام بقى في الموضوع واخر هام، ان انت المدام بتاعتي، يعني مراتي حبيبتي، مش هتخونيني. ايوه يا سيد بس دي شغلانه خطره قوي. ولا خطره ولا حاجه، جمدي انت بس قلبك ونمري لنا الشقق واحنا هنقوم بالواجب. انتوا مين بقى ان شاء الله؟ انا وملي وفطوطه الاسيست بتوعي. مين؟ ملي وفطوطه. ايوه اللي ايه؟ الاسيست بتوعي، المساعدين يعني. ماشي. بس انا بقى مش هنزل مهندسين. بس انا وشي تعرف قوي هناك. براحتك يا جميل، انزل المحامين، المدرسين، اي حي يعجبك. يبقى بقى سيبنا مخمخها وبعدين اتصرف. حلاوتك يا جميل، شكلك هتبقى زعيم عصابه قمر. ايه الحلاوه دي؟ انت عارفه انا نفسي هفتني على ايه دلوقتي؟ على ايه يا سيد؟ على طاجن باميه باللحمه الضاني وشويه محشي ورق عنب. يا سلام من ايديك الحلوه دي. عايز تاكل لحمه يا سيد؟ يا ريت. طب شخشخ يعني. ما هي دي مشكله الجواز. عرفتي بقى انا كنت رافض اتجوز وعايز افضل عازب ليه؟ اما اخش بقى جوه ادور لي على اي لقمه ناشفه نتعشى بيها. قال يا واخده القرد، اهو طلع قرد بس.